سيتم إن شاء الله يوم غد الخميس البدء بتوزيع الأراضي. نعم قالها سيتم، ولكنها مجرد كلمات لا أكثر. النائب الفني لمحافظ نينوى حسن العلاف وعد الصحفيين في نينوى بتسليمهم قطع الأراضي التي طال انتظارها، ولكن الخلاف بالوعود صفتهم وعدم التمسك بالعهد سياستهم، فأمام الكاميرات وعلى الملأ صادقون وخلف الكواليس مختلفون. سيتم إن شاء الله يوم غد الخميس البدء بتوزيع الأراضي للشرائح اللي تم اختيارها. الشريحة الأولى هي شريحة الصحفيين. الوقفة الاحتجاجية أمام مديرية بلدية الموصل جاءت لمحاسبة الفاسدين وإرجاع الحقوق لأصحابها، فمطالبات الصحفيين بحقهم وعلى مدى 6 أشهر لم تلقى آذانا صاغية لها، حيث أن الصدمة جاءت بعد سماعهم عن 34 دونما ستخصص لجهات متنفذة داخل المدينة. اليوم الصحفيين في محافظة نينوى نظموا وقفة احتجاجية أمام مديرية بلدية الموصل المطالبة بحقوقهم، وهي توزيع قطع الأراضي التسويف منذ 6 أشهر، والصحفيين يطالبون بتخصيص قطع أراضي، ومديرية بلدية الموصل تدعي أنه ليس هناك تخصيص. فوجئنا يوم أمس بكتب رسمية صادرة من مديرية بلدية الموصل بوجود 34 دونم سيتم تخصيصها لجهات متنفذة في مدينة الموصل. أراضي محافظة نينوى تسرق للعيان، واليوم حتى الأراضي المخصصة لصحفي المحافظة سرقت بليلة وضحاها. هذه الوقفة اليوم التي نظمت هي للمطالبة بمحاسبة الفاسدين. إن لم نكن قادرين على استحصال حقوقنا كاملة، فكيف لنا أن نحصل على حقوق المواطنين داخل المحافظة؟ قالها الصحفيون. فكلما يتم تخصيص أرض لنا يتم تسليمها لجهات أخرى. الشريحة المثقفة اليوم التي تقف أمام مديرية بلدية الموصل للمطالبة بحقوقها، وإن لم تكن باستطاعتها المطالبة بحقوقها ولا استحصالها، فكيف ستستحصل حقوق المواطنين في هذه المحافظة؟ نخصص أرض تستلمها الجهة الفلانية، نخصص أرض تستلمها الجهة المسلحة الفلانية. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائية.